نحن نطالب بمحاكمة الربع ونطالب بإنزال ما يستحقه من العقوبة. إيقاف برنامج محمد الربع وإيداعه السجن. يا صفر على الشمال أنت تتكلم عن من؟ محمد الربع. لحظة 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 محمد الربع قلكي لي ها؟ عيب هذا الكلام يا محمد الربع، أنت وتكلم لي على موضوع اغتيالات عدن وأهلها يا جماعة. تتكلم يلا مش مشكلة، التقي في رمضان على قناة بلقيس.